لما يجي لنا ضيف نقدم له ايه، وخصوصا ان انا شايف الحاجه اللي هنقدمها هي عباره عن مجموعه من الفواكه جميله جدا. امبارح كان معانا مدام مروه بتتكلم على السناكس اللي هو بين الوجبات، يعني كل 3 ساعات كده نحرك المعده، ده بيخلي الجسم على طول نشط وفي حرق، فممكن يبقى ده اللي في بين الوجبات، ليه لا؟ اتفضلي. المكونات هو عباره عن كوكتيل ممكن يبقى كله لا، أنا فواكه. عايزك بقى الاول، انت في بيتك وموجوده معانا مش ضيفه، صوتك يبقى نعليه ونتكلم بسلاسه كده ولذيذ خالص، ما تسيبك من الشده بتاعت الاضاءه والكاميرات دي. الكوكتيل هو ممكن كله ما يبقاش فيه اي فواكه مجففه، ممكن يبقى كله فريش، بس انا بحب امكس ادخل فريش مع الفواكه المجففه بيبقى اطرى شويه. أوكي بحط بس عايزه معلقه. حاضر. طب ممكن نقول المقادير بقى؟ هي المقادير عبارة عن شرايح موز، فراولة، تفاح، أي فواكه يعني مش شرط المكونات ديت، ومعها لوز، بيبقى لوز مقشر، هو طبعا اللوز الحاجة الوحيدة مش بيتحمص، ده بيتعمل في مية بس بيسقط شوية حوالي 5 دقايق. يعني ني مش عايزينه محمص. بس عشان يتفصل القشرة بتاعته. لما يبقى قيمته الغذائية أعلى بكتير لما يبقى مش متحمص؟ ما هو مسلوق مش متحمص. هو الاول حاجه خالص بنحط اللوز تحت، عندنا علبه كومبوت وعندنا قطع موز وقطع فراوله وقطع من التفاح وقطع من الكيوي والعصاير بقى زي ما عايزين، زي ما قلنا ده فراوله ومانجا، وعصير فراوله ممكن مانجا ممكن موز، ممكن كمان عصير موز باللبن، ممكن نحط جوافه، اي حاجه. يعني مش شرط يكون مانجا وفراوله؟ لا مش شرط. يعني بيبقى كل لو انا عايز اعمل زي ما بنقول عصير فريش من الموز من الجوافه من المانجا، وحتى الايس كريم بتحط على الوش جميل. ممكن فراوله ممكن فانيليا. طيب. انا بحط ده بعد اللوز. هتعمليه بقى طبقات ولا طبقات؟ انا بحط ده عشان بس يعمل طراوه شويه للوز الموجود. وبعد كده بقى اي حاجه، الكيوي الاول، كل الاشكال ورا بعضها. تفاح. طيب احنا منتظرين تليفوناتكم على التليفون نبذل قدامنا على الشاشه 02-38-35-879. بس الموز كمان بس عايزه مقطع، ممكن بس كل ما اتفضلي عايزه ايه بس؟ عايزه بس الموز، عايزه نقطع الموز. ليه الموز؟ الموز عايزه تقطعيه؟ حاضر. أوكي. من عينيا. يا حبيبي سامعك. لا 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 خالص، انا طبعا عايز اقول لكم ان مجدي معايا، بس اهو وضحنا للساده المشاهدين. مجدي معايا، يعني هتسمعوا بقى اللي بتسمعوه كل يوم اهو. عايز اكتر من كده توضيح؟ الله يكرمك. لا هو ايه، مجدي عمال من ساعتها يقول لي كلام يقول لي كلام يقول لي كلام، وبعدين انا ساكت، وبعدين ايه، امبارح كان كاتب كده كلمه فانا علقت له عليها، فمبسوط من الكلمه، يعني بيقول لي انت اديتني بس. حبيبي يا مجدي. بنسيب مسافة بقى للآيس كريم اللي هيتحط، وبرضه بنكرر شوية من الفواكه. يا أم محمد. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يخليك، احنا ممكن نعلي الصوت شوية؟ الله يكرمك يا مجدي من فضلك. ألو. أيوه. أيوه يا أم محمد. أيوه مع حضرتك. لو سمحت عايزة أعرف بس تورتة الإزاز اللي كنت عاملينها أول امبارح يوم الأربعاء والخميس. اللي هي كانت بالجيلاتين والكريمه. حاضر من عينيا، هخليهم ينزلوها لك حالا. حاضر من عينيا. حاجه ثانيه، بشكرك على اتصالك وان شاء الله هنجيبها لك دلوقتي حالا حالا. بصوا بقى المنظر اللي احنا بنتكلم عليه، بنحط جزء الاول من الفراوله عشان كده اخترت لونين مختلفين. احنا ممكن نسميه كوكتيل، هو اسمه شقف. شقف.